الاسم سرور ايمن ابو الدهر، 30 سنة، رجل اعمال. الحالة الاجتماعية It's complicated. هو انت اسمك ايه؟ هلا الطويل. نقرا الفاتحة بقى ولا مش حافظينها؟ ها؟ بقول لك يا سرور مطلوب تجيب ماما هنا جنبي. هو انا دكتور تحسيس؟ انا ضابط يا هنا. طاقتك يالا. بلغ البوليس. يا نمت. ايكي ايكي. انت مش سامعني بخبط، ما بتفتحيش ليه؟ اطلع برا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مالك بتعيط ليه؟ عشان ضربت العصابه. وايه اللي خليك تعيط؟ ما ضربتهم جامد.